اتفضل يا باشا. الله اكبر الله اكبر. ايه ده وعربيه كمان؟ دي مش بتاعتي يا باشا، دي بتاعت المدام. شقه وعربيه بلاش اختي دي يا صلاح. اعمل ايه بقى باختي كده؟ كنت بدور على شقه وفجاه لقيت نفسي قدام صاحب العماره. لما سالته قال لي ما عنديش غير شقه واحده فاضيه حاجزها لبنتي تتجوز فيها. اتجوزتها. جواز عامل زي البطيخ، يا تطلع قرعة يا تطلع شربات، والحلاوه اسمها شربات. اتفضل يا باشا. اشتريتي الجرايد؟ ايوه. جبتي الخضار؟ ايوه يا ستي. مليتي القلل ورشيتي الزرع وحضرتي اللحمه؟ مسحتي للفراخ، لميتي البيض، عديتي الارانب، زغطتي البط ونقعتي الجبنه، دمستي الفول، قمعتي الباميه، خرطتي الملوخيه، نقعتي السجاده، كنستي البلكونه ومسحتي الفسحه، هويتي المراتب، شطفتي القمصان، قرضتي الاساور ودعكتي الياقات، خيطتي الزراير، رقعتي البنطلونات، طلعتي الحنفيه، زيتي الكوالين ولمعتي الباركيه، شديتي السيفون؟ ايوه يا ستي. قصيتي ضوافرك وحلقتي دانك؟ ايوه يا ستي. قريتي القسم وحييتي العلم؟ قريت القسم بس لسه العلم. طبعا ما هي سايبه. اوعي بنت تكوني فاكره نفسك بتشتغلي عندي ببلاش، ده امك بتيجي كل اول شهر تاخد جنيه ونص. علم زي القطط تاكل وتنكر. فكرة يا شباب ما تيجي كلامها كله صار. عطشة انك تاخد كلامها مع احمد الجد ولا حاجة تزعل منها. تزعل من مراتك اخويا؟ لا هتبقى حلوة. 35 37 38 39 شرشر شربة. يا شباب الو، توني جايبلك معايا النهارده، جايبلك حازم ابن خالتي. يا ما جابوا الغراب لامه المجموعة الثانية. واحد ما كنت جبت معاك حزبتين فجر ما كان احسن. وطبعا عايزين تتغدوا. الحقيقه حازم هيتغدى واستحمى وغير هدومه. هو كل هم في البلد يجي حد عندي ويتسند؟ استرح. والله يا مدام من اول ما شفتك قلت ان انت مش مرات اخويا. صلاح هو اللي جوزك. يا ناعم يا خفيف الظل يا ظريف انت يا رغم. اوعى تكون فاكرني مش فاهمه انت جاي هنا ليه. صحيح انت جاي ليه يا حازم؟ ليه؟ امك. اشمعنى؟ امك بعتها عشان ينغص علينا حياتنا، عايزاك تطلقني. ايوه بس مامي ميتها من 20 سنه. طب ومال؟ طيب روحي دلوقتي حضري لنا لقمه. يلا يا شرشر. ادي اللي نبني من جوازك، مش كفايه؟ ساكن بلاش، واكل بلاش، نايم بلاش.